جينا على ادلب باركنا بهالسجن هون، يعني شفت عندك الزنزانات فيها 95 عيلة، كل ثلاث عيال باركين في زنزاني بسبب قلة وجود المكان وغلاء الاجار في البيوت، وحتى المخيمات سكرت. يعني هذا مكان للمجرمين وللقتالين والحرامي، اضطرينا نبرك فيه بسبب قلة المكان وعدم توفر الحياة بسبب ضغط السكان في ادلب كلها بشكل عام. حتى المخيمات يعني سكرت، ما عاد في انه الواحد يبرك في المخيمات.